السلام عليكم مشاهدينا الكرام. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أطوار خلق الإنسان، فالإنسان هو المخلوق الذي يتكون في رحم المرأة نتيجة عملية التزاوج، ويمر في مراحل نمو عديدة وصفها الخبراء والأطباء والعلماء، بحيث يبقى هذا الجنين داخل رحم أمه 9 أشهر يتغذى منها إلى أن يحين موعد ولادته برحمة الله وأجله، وبعدها يصبح إنسانا يعيش حياته إلى أن يتوفاه الله عز وجل إلى أجل مسمى. ولكن كيف يتكون الجنين في رحم الأم؟ ومن الملك الذي سينفخ فيه الروح؟ فهذا ما نتعرف عليه إن شاء الله، فتابعوا معنا. أخبر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن الجنين عندما يخلق في بطن أمه يأتي ملك إليه لينفخ فيه الروح، وبعدها يتكون برحمة الله وقدرته. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث يخبرنا أن مراحل تطور خلق الإنسان في بطن أمه على مراحل 4، أولها ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إنها مرحلة التقاء ماء الرجل بماء المرأة، ويظل هذا الماء المهين على حاله قبل أن يتحول إلى طور آخر، وهو طور العلقة، ويقصد بالعلقة قطعة اللحم الجامدة، وسميت بذلك لأنها تعلق في جدار الرحم، ومع مرور الأيام تزداد تلك العلقة ثخونة وغلظة حتى تتم 40 يوما، لتتحول إلى قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ، ومن هنا جاء اسمها. وقد ذكر الله عز وجل وصفها في قوله: مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. وتظل تلك المضغة تتشكل تدريجيا حتى إذا أتمت 120 يوما، عندها تأتي المرحلة 4، فيرسل الله سبحانه وتعالى الملك الموكل بالأرحام فينفخ فيها الروح، فعندها تدب فيها الحركة والحياة، ويصبح كائنا حيا تحس به الأم. إذن فالإنسان في حياته يمر ب5 مراحل: الأولى مرحلة النطفة وهي 40 يوما، المرحلة الثانية مرحلة العلقة وهي قطعة دم جامد وتستمر 40 يوما، المرحلة الثالثة مرحلة المضغة وهي قطعة لحم صغيرة وتستمر 40 يوما، وبعد هذه المدة وهي 120 يوما تنفخ فيه الروح. وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله أن العلماء اتفقوا على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر. المرحلة 4 مرحلة العظام، وقد ورد في بعض الروايات التي أشار إليها الحافظ ابن حجر في شرحه للبخاري أن هذه المرحلة تستمر 40 يوما. المرحلة 5 وهي التي قال الله عز وجل عنها في سورة المؤمنون: فكسونا العظام لحما. بداية التكوين كما يقول علماء الأجنة هي من 3 نقاط في مواضع القلب والدماغ والكبد، ثم يظهر بين تلك النقاط خطوط 5 إلى تمام 3 أيام، ثم تنفذ الدموية فيه إلى تمام 15، فتتميز الأعضاء 3، ثم تمتد رطوبة النخاع إلى تمام 12 يوما،
ثم ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الضلوع والبطن عن الجنين في 9 أيام، ثم يتم هذا التمييز بحيث يظهر للحس في 4 أيام فيكمل 40 يوما. فهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة. وجد العلماء أن الجنين يخلق من نطفة واحدة يأخذ شكله البشري اعتبارا من اليوم 42 بعد تلقيح البويضة، وتظهر صورته وقد بلغ عمره 41 يوما، ولا نكاد نميز الصورة البشرية له، ولكن بعد اليوم 42 تبدأ مباشرة الصورة الإنسانية بالوضوح. بعدها يمكن رؤية ملامح جنين إنسان يظهر عليه الأذنان والعينان بوضوح، وكذلك القدمان واليدان والأصابع والجلد. وهذا لا شك يشهد على صدق نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق مقالته ونبوته وبعثته إلينا من قبل رب العالمين، وهو الخالق العظيم الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا ويميتنا ويبعثنا بقوته ورحمته. بل إن العلماء يعجبون من دقة الحديث النبوي وكأنه ينظر عبر مجهر إلكتروني. فصلوا على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وسلموا تسليما، عليه أفضل الصلاة والسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ووفقنا لكل ما تحب وترضى، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ثبتنا على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا، وأخلص نياتنا، وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.